السلام عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله حيكون تكمله لا فيديو اللي فاتت. حتقولوا لي واش درتي بلا دوزيام بات، لا دوزيام بارتي ديال لا بات ديالك. يبقى اليوم حنكملوها وحنخدموا دي سالي واحد اخرين، وعلى بالي حيعجبوكم بالبزاف. نديرهم في فيديو واحد يجيكم بزاف طويل، دونك جو بريفير نبارطاجيهم اون دو فيديو. دونك نجيب المكونات ديالي ونعاود نولي لكم. هكذا نجيب العجينه ديالي اللي كنت احتفظت بها في الثلاجه، شلي مي فريجيراتور. نحكم لا ماتي هكذا، ونجي نحلها بالحلال. نحلها حوالي 1 سنتيمتر السمك ديالها، من 0.5 حتى ل 1 سنتيمتر. دونك جو في ليتالي اي جو في ليسي ان ايبيسور دو انتر 0.5 جوسكا 1 سنتيمتر. هكذا دوك نجيب ونقطعهم على شكل دوائر. كما راكو تشوفو قطعتهم كاع دوائر. دوك نجيب كما انا ما عنديش انا بورت بياس يكون صغير، خدمت بالبوشون ديال القرعه ديال الماء هكذا. دوك نجيب هذا نحطو فوق الاخر جوست هكذا. حبيتو تلصقوهم بالماء لصقوهم بشويه ماء، ولا بلا افيك ان بلون دوف بياض البيض، سينو ميم تخلوهم هكذا كي يطيبو حيلصقو لكم هكذا. ونكمل لي زوت هكذا. حطيتهم في سنيوا افيك ان بلون دوف جو بادي جون، سي با افيك ان بلون دوف، افيك ان اوف كومبلي كوم سا. هكذا باش يمدولي وجه مذهب ودوري كمسا avoir une belle couleur à la cuisson. Je vais les enfourer, je vais les mettre au four à 180 degrés environ 15 à 20 minutes normalement. نحطهم داخل الفول يطيبوا لي داخل الفرن من 180 درجة من 15 حتى 20 دقيقة هكذا. دوك نجيب نخدم لا فارس اللي حنحطهم لهم. pour la farce j'ai besoin le fromage fondu، شويه لا كريم ليكيد ولا الكريمه الطازجه كيما ولا الكريمه السائله استغفر الله، وكيما نسحق لي سومون فومي، كيما نسحق ثاني دو لا نيت. انا واش ندير هنايا لو فروماج فوندو، هنايا نقدروا نستعملوا اي نوع. انا جي ترافاي افيك لو ساموري، نزيد عليه غير شويه الكريم ليكيد قسم نجريها هذا مكان خمسة خمسة كيل سوا ان تي بو بلي ليكيد. سينو جو بو اوتيليزي لا كريم او فروماج كو جي في لا دارنيير فوا، نقدر نستعمل كريمة الجبن اللي خدمناها المرة اللي فاتت هكذا. نجيب لانيت نقطعها بالمقص هكذا. هذا حيزيد يمدلها ريحة بنينة غير هكذا. كما راكو تشوفو نقدر نزيد لها شوية إلا شفتو ما فيهاش بزاف. هكذا دوك ما عليا غير نجيب لي ترونش دو سومون ديالي ونقطعهم اون فين بتيت بارتي هكذا. نقطعهم صغار اجزاء صغار ونحطهم الداخل pour savoir avec la même pâte on peut faire
plein de choses, plein de salé. Et notre table, elle sera bien garnie. هكذا خلطتهم كاع هذيك المكونات ديالي دوك غير تخرج لي مداخل الفرن جو لي فارسير افيك سا هكذا من بعد ما خرجوا لي من داخل الفرن طيبهم جا بزاف شباب او ميم طون سون بيان فيتي دوك ما عليا غير باش ندخل هذا لداخل سوا فو رونتري دودون سوا بوفي لونلفي اوسي تقدروا تنحوا هذا اللي لداخل ثاني سينو انا درت له غير هكذا شويه وعاود تخلي لداخل سي با غراف دوك ما عليا غير هكذا ندير لهم كاع هكذا هكذا دوك ما عليا غير نجيب هذيك لا كريم اللي خدمتها وندخلها ونعمرهم من الداخل على بالي حلي يعجبوكم بزاف بنان هكذا ونزيد واحدة أخرى تاني من بعد ما عمرتهم قاعدين نجيب دي بتيت برانش تاع لانيت ونحطهم الفوق هكذا pour la décoration هكذا دي بتيت برانش Et en même temps, j'ai une tranche de saumon. Hagda. On j'ai vraiment une douleur à Hagda. On a ça, mille fois. Hagda. Qui m'a la coupe chauffe? من بعد ما كملت لا بروميير بارتي دوك ندير النوع الثاني هكذا مع الطريحين تشوفوا دوك انا هنايا ما عليا غير باش نقطعها نحتفظ بهذا الجزء هنايا وهذا الجزء حنحلو هكذا من بعد ما حليتها مستطيله دوك نجيب لي سوسيس ولا بالعربيه نقول لهم النقانق اللي ما عندوش هادو ما يقدر يخدم بلا بيونداشي ثاني دوك انا ما عليا غير نلمهم لداخل هكذا ندير دوره انكور دو جو في فير دو تور هكذا نحيها على جيه نعمل نفس الشيء بالدوزيام ندير هذه اكبر عجينه طويله هكذا هكذا من بعد ما درت الزوج دوك نجيب اجلي كوب هكذا نقطعهم كاع قطع صغيره دوك ما عليا غير نجيب البيض وندهنها بهم هكذا كي يطيبوا لي يكونوا عندهم وجه شباب جوست هكذا ان تي بو pour avoir une belle couleur après la cuisson غير هكذا من بعد ما دهنتهم نجيب لي غرين دو بافو اللي ما عندوش يقدر يستخدم السانوتش اللي ما عندوش ثاني يقدر يستخدم لي غرين دو سيزام سواء لي غرين دو نيجيل سواء لي غرين دو سيزام pour avoir une belle présentation من الفوق دوك ما عليا غير باش ندخلهم داخل الفرن على 180 درجه 180 دغري
dans un four déjà préchauffé environ 10 à 15 minutes ou qu'on a taboulé 10 دقائق حتى 15 دقيقه على 180 درجه من بعد ما كملت لا بريباراسيون الثانيه دونك نزيد بنفس لا بات je vais faire une troisième sorte ديال لي سالي ديالي الى راكم شايفين المره اللي فاتت خدمت 3 سورت وهاد الخطره ثاني غنخدم 3 سورت واحد اخرين هاد الخطره حنسحق هاد المول ولا هذا ونطيبو فيه لي مافين كيما نسحق هاد لومبارتو بيس اللي حنقطع به وحنحطهم لداخل هكذا نجيب وحنحطهم غير هنايا لداخل هكذا من بعد ما كملتهم وحطيتهم قاعيتك داخل هاد المول وميم طون طلعتهم شويه على الجوانب دوك ما عليا غير باش نجيب لو طون هكذا وندير في القاع ديالهم شويه طون اللي ما عندوش طون يقدر يحط لا فيوند هاشي ثاني كما تقدروا تحطوا ثاني لو بولي انا هنا عندي لو طون نقدر نحط لو طون هكذا ونعمرهم قاعيتك نحط لهم غير شويه في القاع هكذا من بعد ما عمرت لهم قاعيتك بلو طون دوك نجيب ان تي بو دي زوليف فير هكذا سي كوم دي ميني كيشا en même temps c'est des salés ça passe super bien comme apéro نحطها على جيه دوك ما عليا غير باش نجيب حبه بيض هكذا نزيد عليها شويه الكريمه السائله لا كريم ليكيد جوست ان بو كيما نجيب ثاني لا سيبوليت غير هكذا ونقطعها صغيره كيما حنزيد تاني لو فروماج غابي غير هكذا جوست ان بو نخلط كاع المكونات ديالي هكذا دوك ما ليا غير باش نجي ونعمرهم لداخل ما نعمروهمش بزاف باسكو حنا يزيدو يطلعوا لي je vais pas les remplir jusqu'au bord parce qu'à la cuisson ils vont gonfler من بعد ما كملتهم عمرتهم قاعيتك بهذاك لو ميلانج اللي خدمته دوكا ما عليا غير باش ندخلو داخل الفوق على 180 درجه حوالي 20 دقيقه donc je vais les mettre dans le four à 180 degrés environ 20 minutes كما راكم تشوفوا كملت المملحات ديالي ولا لي سالي ديالي كما تقولوا لهم ثاني لي زاميز بوش بور لابيرو خرجوا لي ما شاء الله هايلين كما قلت لكم بنفس العجينه اللي ما تديش الوقت لي فريمون فاسيل افير من الفوق ما تقولوش قاعيتك لا بات فايتي واعره راهي سهله وشفتوها كيفاش خدمتها حنحطها لكم في صندوق الوصف اللي ما شافش لا فيديو اللي فاتت دونك افيك لا ميم بات جي في 6 سورت لا dernière fois جي في 3 سورت درت 3 انواع المره اللي فاتت وهاد الخطره راني خدمت معاكم 3 انواع واحد اخرين كيما راكم تشوفوا هاد لي زاميز بوش خرجوا لي بزاف هايلين مورقين بزاف بنان كيما هادوما تاني على شكل لي زيسكارغو تاني كيما هادوما سي دي ميني كيش و طون تقدروا تبدلوا لهم لو غو تاع لو طون بلو بولي ولا بلا فيوند هاشي تاني هكذا خرجوا بزاف هايلين دوك ما عليكم غير تسيوهم على بالي بلي حنا عجبوكم حنا عجبو ولادكم
حنا عجبوا عائلتكم كيما حتحمروا وجوهكم قدام حبابكم. دونك ما عليكم غير باش تسيوهم ورجعوا لي بالخبر. بقاو على خير.